أصول الدين تخرج منها يعني معظم العلماء وأكثر العلماء اللي هم يطبقون المنهج الوسطي الأزهري. كلية أصول الدين فيها نظام جميل جدا متبع منذ أن أنشئت، وهو بياخد الطالب المتخرج من القسم الأدبي أو القسم العلمي أو شعبة العلوم الإسلامية، بياخده في أول سنتين بيدرس الشعب عامة، فبيدرس كل الأقسام اللي موجودة بس من كل قسم مادتين في كل سنة. فبكده بيبقى الطالب عنده الأساسيات اللي هيقوم عليها، أو علوم الآلة بنسميها عندنا في الأزهر علوم الآلة، اللي بعد كده تهيئه اللي هو يصبح متخصص كويس أو جدير وثابت نفسه في التخصص بتاعه. فكلية أصول الدين في الشعبة العامة عندنا أربع في السنتين الأولين أربع مواد بتقوم عليهم الكلية: تفسير تحليلي وحديث تحليلي والعقيدة والفلسفة. دول ممتدين مع الطالب. هو بقى بيدرس الطالب في السنتين الأولين بيدرس تاريخ سنة، وبيدرس منطق، وبيدرس علوم كتير جدا بتخدمه بعد كده في التخصص بتاعه. بعد السنتين وهو داخل سنة تالتة بيبدأ بعد كده يكتب رغبته، هو عايز يدخل قسم إيه. عندنا أربع أقسام في كلية أصول الدين والدعوة، منهم قسم الحديث وعلوم الحديث، وقسم التفسير وعلوم القرآن، وقسم العقيدة والفلسفة، وقسم الدعوة الإسلامية اللي اتاخد منها فكرة بعد كده إنشاء كلية كاملة لكلية الدعوة الإسلامية. بالنسبة للفرق ما بين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية أصول الدين، اللي بيبقى تخصصه الطالب بيتخصص فيه من الفرقة الثالثة، وبين كلية الدعوة الإسلامية مفيش فرق ما بينهم، يعتبر في المواد وفي الشرح والكتب وكذلك يعني. ولكن فرق يعني دلوقتي المجتمع يحتاج إلى دعاء أكثر، يحتاج إلى دعاء كتير، فلذلك أما لقوا كلية أصول الدين بيبدأ هيدخل أو هيبقى الدراسة بتاعت الدعوة دي، لأن الداعية إلى الله محتاج يلم بعلوم كتير ومواد أكتر ويفرض دراسة كاملة. فبدل ما يدرس سنتين في قسم ويتخصص في قسم بس، لا، هو بيدخل كلية الدعوة الإسلامية وبيدرس بقى أربع سنين، وبعد كده الأربع سنين يتخصص سواء في الثقافة الإسلامية أو الأديان والمذاهب، فلذلك الوقت بيبقى معاه أكتر، فبيعد ويؤهل أكتر في المجال بتاع الدعوة. والكلية فيها نظامين، نظام اسمه انتظام ونظام انتساب، زي معظم الكليات اللي موجودة في مصر دلوقتي. والنظامين بياخدوا برضو من يعني حتى لو في طالب عايز أو له رغبة اللي هو يخش في كلية أصول الدين والتنسيق بتاعه مش جايب، فبيدخل عن طريق النظام التاني اللي هو نظام الانتساب ويلتحق بكلية أصول الدين. كلية أصول الدين أو المنحة الشرعي عامة بيحتاج اللي انت تكون أول حاجة حافظ للقرآن الكريم، فده لابد اللي انت تكون حافظ للقرآن الكريم أو حافظ لمعظمه على الأقل لأكثره، لأن هو أصلا مجال العمل بتاعك قائم على القرآن الكريم والسنة النبوية بفهمهم الصحيح، بفهم. لابد اللي انت تكون عندك جزء من المعرفة والدراية بالفقه، معرفة والدراية بالحديث، معرفة والدراية بالفلسفة والمنطق، وكل المواد دي أو الماتيريال دي بتدرسها أصلا في الثانوية الأزهرية، بس ممكن يكون بطريقة مقيدة شوية أو على احتياج الطالب في المرحلة العمرية دي. بعد كده ما تخش الكلية بقى بيبقى عندك المهارات والسمات الشخصية دي عشان تتأهل لأن أنت تكون مميز في مجالك. بالنسبة لحوالين منطقة الدراسة عامة، فيها حاجة جميلة جدا اللي العلماء الصالحين الأولياء علماء الأزهر تركوا لنا تراث جميل جدا اللي موجود في سيدنا الحسين وحي الأزهر والدراسة، وهي المضايف العلمية. في مضيفة لفضيلة الشيخ إسماعيل العدوي، وكذلك في مضيفة لسيد الشيخ سعيد عمران الدح، وكذلك مضيفة مولانا الإمام العلامة علي جمعة، نفعنا الله بعلومهم أجمعين. فكل برضو المضايف دي بتقوم وتقدم الخدمة لطلبة العلم. بالنسبة للاعتماد على الكتب ولا على المحاضرات،
طبعا كل ما نحضر مجالس علم وكل ما نحضر لدكتور ودكتور ودكتور، كل ما نحضر لعلماء اكتر والدكاترة اكتر، كل ما يكون عندي معلومة اكتر، لان في حاجة اسمها بنسميها يعني البادي لانجوج او لغة الجسد. لغة الجسد دي بتوصل معلومة كويس جدا، والاحساس اللي هو بيوصل لك بيه المعلومة ده، فده محتاجه ومحتاج احضر محاضرات عشان اخد المهارة دي واخد المعلومة بالطريقة السهلة دي. بالنسبة للكتاب طبعا لازم اعتمد على الكتب، الكتب الدينية لابد، او الكتب بتاعة المرحلة التخصصية في الكلية برضه، الكتاب بتاع الدكتور اللي بينزله او الكتاب اللي الكلية بتنزله عشان تدرس منه المادة دي. اول سنة تقريبا طالب بيدفع مبلغ مثلا بتراوح ما بين 300 و400 جنيه تقريبا يعني، بعد كده في السنوات الثلاثة التانيين بيدفع 60 جنيه ونص. الكتاب بتاع الكلية بيتراوح ما بين، بيبدأ الحد الأدنى بتاعه مثلا ممكن يبدأ كتاب ب10 جنيه وب15 جنيه، أغلى كتاب مثلا ممكن يكون ب40-50 جنيه. الفكرة العامة لمجالات العمل بتاع المنحة الشرعي عامة وكلية أصول الدين خاصة، اللي هو بيطلع يتعين إمام وخطيب في الأوقاف فقط، لا إحنا بس مش متسلط الضوء على الوظائف أو الأماكن المرموقة والكبيرة جدا اللي ممكن طالب من كلية أصول الدين أو كلية لغة عربية أو كلية شريعة إسلامية أو كلية دعوة إسلامية أو كلية دراسات إسلامية اللي هو يقدر يكون فيها. فعندي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، واعظ يبقى تابع الأزهر الشريف، يشتغل في مرصد اللغات في الأزهر الشريف، يشتغل في الصحافة وكذلك في الإعلام، يحضر دبلومة تربوية ويشتغل مدرس، مجالات كتير جدا، يشتغل محقق للتراث، تحقيق للتراث وده مجال كبير جدا وعظيم جدا وموجود تخصص، ممكن يشتغل في دار الإفتاء المصرية، ممكن يشتغل في مشيخة الأزهر. في مجالات العمل في كلية أصول الدين كتير، بس محتاج البحث عنها ومحتاج إن أنا أكون يختاروني بمثلا باللي أنا الإعداد والتأهيل اللي أنا أهلت نفسي ليه في مرحلة الثانوية الأزهرية، وأتبعه بعد كده مرحلة التخصصات في الكلية والشغل اللي أنا عملته بعد ذلك، الدراسات العليا والماجستير، الحاجات دي بتأهلني أكتر لأن أنا أحصل على وظيفة أو أحصل على مجال عمل أفضل ومرموق.